كابتن محمد، حضرتك بتتكلم هنا عن شكل الدوري ومبارياتهم وخسارتهم في الدوري. طيب على الجانب الاخر، هو كسب فريق من اقوى الفرق في افريقيا، سواء في تونس، سان داونز، سواء في تونس او في جنوب افريقيا. هل ده ما يبقاش علامه لحضرتك لاي امر، او مش ليك يعني، ولكن انا بتكلم هنا على كولر؟ لا طبعا بيدي. انت النهارده اسلام لما تكسب فريق زي سان داونز ده، دي حاجه خلي بالك، يعني حاجه مش قليله، لان سان داونز الفترات الاخيره دي بيعيش او يعني صحيح. بيعيش حاله متميزه جدا بالنسبه له. وسان داونز من الفرق اللي بتجيد اللعب خارج ملعبها وفي ملعبها، فكون ان هو يفوز على سان داونز في ملعبه في جنوب افريقيا فدي تعتبر حاجه مميزه يعني. هو خلي بالك الترجي في الفتره الاخيره على المستوى بطوله افريقيا مش ماشي بشكل مميز، لكن على مستوى الدوري وخرج من الكاس، وخرج من كاس تونس يعني، وخرج من الكاس بس برضو عنده لعيبه مميزه، عنده ياسين مرياح ورا في الديفنس لعيب كويس جدا، وعنده توجاي برضه سنتر باك مميز، وعنده صحيح. مميش اللي هو حارس المرمى امان الله ما مشيش، اللي بيشبه حاله كبيره جدا ل مصطفى شوبير. فدي برضه، لان معز بن شرفيه قاعد له بقاله كذا يعني بقاله فتره، فدي برضه من الحاجات اللي بتدي دوافع قويه جدا. وعنده كمان في الحته اللي هي الشعلالي اللي في وسط الملعب الارتكاز ده، من اللعيبه المميزه جدا، ومن اللعيبه اللي هي عندها خبرات، اللي هو غيلان الشعلالي ده من اللعيبه الكويسه، ولاعب عنده تقريبا 25 26 سنه، فبيجمع ما بين الشباب وما بين الخبره يعني. طيب كابتن محمد، طريقه لعب يعني، وانا ببص على المباريات في الدوري، نادي الترجي له طريقه لعب، عندما لعب ضد نادي سان داونز كانت طريقه لعب مختلفه. انا كراجل يعني، في امام سان داونز كان بيعتمد على التكتلات الدفاعيه ثم الهجمات المرتده في ملعبه وبره ملعبه. في الدوري لازم يعمل كده يا اسلام، لازم يعمل كده مع سان داونز بالتحديد. طيب، لان سان داونز من الفرق اللي بتلعب في مساحات، لو انت اديت لها مساحات ممكن يعني تتفوق عليك بشكل كبير، والترجي بيجيد هذا الاسلوب مع فرق جنوب افريقيا بالتحديد، لان فرق جنوب افريقيا دايما بتلعب لعب مفتوح، فبيتضايقوا او زي ما بقول بتبقى عائق بالنسبه لهم لما حد بيلاعبهم زون وبيلاعبهم بطريقه تضييق المساحات، ما بيلعبش معاهم مفتوح عشان هم بيبقوا عايزين يلعبوا مفتوح يعني. طيب يا كابتن محمد، هيلعب بطريقه الدوري؟ طريقه الدوري بيلعب على الاستحواذ، استحواذ الكره بشكل اكبر، وثم لا يعني بيعتمد على برضو الهجوم الضاغط من الامام، عكس اللي بيعمله في البطوله الافريقيه تماما. هيلعب كده ولا كده امام النادي الاهلي؟ ميجيل كاردوسو ده المدرب بتاعهم ده برتغالي مظبوط، وده من المدربين اللي اشتغلوا في اليونان، اشتغل مسك ايك اثينا في اليونان، ومسك ريو افي في البرتغال. الراجل عنده خبرات يعني، فاهم قصدي؟ مظبوط. وبالتالي انا اتوقع ان هو هيلعب بشكل مختلف في رادت عن القاهره، بمعنى ان انا متوقع في رادت لا هيلعب ضاغط على النادي الاهلي، وهيحاول ان هو يستثمر. او حضرتك اول حد يقول لي كده؟ يعني كل التفكير الفتره اللي فاتت كان بيقول لك هيلاعب النادي الاهلي زي ما لاعب، حتى في الصحف في تونس خلي بالك بتتكلم على أن طريقة لعب ميجيل كاردوزو هتبقى أقرب إلى طريقة اللعب اللي لعب بيها أمام سان داونز هيلعب بيها أمام النادي الأهلي. لكن أنا متوقع أنه هيفاجئ، خلي بالك أنا معاك، أنا شخصيا معاك في الأمر ده. أنا متوقع أنه هيفاجئ النادي الأهلي، وهيستغل حتة الجمهور وحتة الملعب، ويفاجئ النادي الأهلي بالضغط. أيوه. بالضغط عليه. حتى لو على الاقل مثلا بتتكلم في الشوط الاول مثلا من مباراه رادس يعني، فاهم قصدي؟ وممكن الشوط الثاني حسب النتيجه ايه، حسب مجريات المباراه ايه، ممكن يلجا ليه ان هو يبدا يتراجع شويه ويبدا يقفل المساحات، لكن انا متوقع انه هيستثمر البدايه والجمهور وعامل الارض يعني عارف الظروف دي كلها، خصوصا انه
انه ماسك الترجي بقاله فتره وخلاص عرف حافظ الاجواء وحفظ الاجواء يعني. وبعدين عنده العناصر اللي تقدر تنفذ له الضغط يعني. يعني اذا كان الولد البرازيلي اللي هو ينساتي لعيب كويس قوي على فكره، لعيب كويس قوي. ده لعيب من اللعيبه يعني مميزين جدا، وفي نفس الوقت بيقدر ان هو يصنع الفارق في الجنب اليمين. لعيب عنده سرعات كويسه جدا، وعنده غشه اللي هو حسام غشه اللي ناحيه الشمال برضه، ده من اللعيبه يعني عنده مجموعه لعيبه تقدر تنفذ له الضغط ده. يبقى بس ايه؟ يبقى احنا بقى مدى خبراتنا في استاد رادس دي مهمه جدا. تماسكنا، التعامل مع المباراه بهدوء، ان حته الجمهور والاجواء والحاجات دي كلها ما تاخدش من الفرقه او ما تاخدش من اللعيبه بمعنى اصح يعني.